بأولى محطاتنا الصباحية أريج ومن عالم التغذية، واليوم مع اقتراب عيد الفصح المجيد بكل طقوسه وزينته وأكيد أطباقه والضيافة يلي بترافق أجواء العيد بكل بيت سوري، ففرحة العيد بقيت موجودة برغم كل الظروف يلي عم نمر فيها. واليوم رح نتعرف مع إيفانا يوسف على الخطوات الصحية الأولى بعد فترة الصيام. صباح الخير إيفانا، كيفك؟ تمام، صباح النور، سعد صباحكم. أهلا فيكي. أهلا فيكم إيفانا. بعد فترة صيام 40 يوم، شو الحالة الصحية اللي ممكن تصير بالجسم؟ هلا بشكل عام نحن 40 يوم الصيام معناتها هو أطول فترة صيام ممكن الجسم يدخل فيها، والصيام الفصح أو الصيام هو أكثر فينا نقول هو حرمان من مجموعة من الأغذية اللي هي المنتجات الحيوانية والألبان والأجبان والحليب والبيض، مشان هيك وقتها أو يعني فينا كمان شبه شيء له علاقة بالصيام النباتي أو النظام الغذائي النباتي. فلما نحن بنحرم حالنا خلال الأربعين النهار هالمجموعة أغذية، معناتها بهالحالة حنكون حرمنا من مجموعة فيتامينات مصدرها الأساسي هو هالأغذية، وما بيعوض عنا أي مصدر تاني اللي من أهمها هي فيتامين بي 12 اللي دائما نحن نعرف كلنا مصادره عبارة عن اللحوم، السمك، اللحم الأحمر ولا اللحم الأبيض، والكالسيوم الأساسي اللي منلاقيه بالحليب بالبيض بالألبان كمان حنكون حرمنا فيها. فهي هاي الصدمة اللي ممكن نصاب فيها الجسم، اللي مفروض نحن نبلش الفطار أو الفطور تبع العيد بأنه نعوض هالفيتامينات اللي نقصت خلال الأربعين النهار. طيب إيفانا، كيف بيصير هذا التعويض؟ هلأ أنت عم تقولي أنه بيصير صدمة هو بنقص فترة 40 يوم، كيف لازم يكون دخول هالمواد الغذائية على الجسم؟ هل هو بالتدريج؟ هل هو شلو من كان أو في نظام معين؟ لا، هي طبعا اكيد بالتدريج، لانه خلال هالأربعين نهار نحن حرمنا الدسم، حرمنا الاغذيه فيها سعرات حراريه، فمشان هيك عشان ما ينصدم الجسم يصير عندنا تلبكات معديه ومعويه ومشاكل ممكن يفوت فيها اسهال ووجع بطن وهالقصص، نبلش نحن فطورنا، اهم شيء الفطور يكون شوي شوي، يكون فيه كميات معتدله متوسطه، ممكن نحن ناخذ البيض المسلوق اللي هو اصلا رمز العيد، رمز الفطور، وناخذ كاسه حليب، فنحن هيك بنكون دخلنا الفيتامينات والمعادن اللي نحن ناقصناها خلال 40 نهار، وبنفس الوقت ما رح نصدم الجسم لانه ما نهى الجسم، وبلشنا نفوت الاكل شوي شوي. يمكن الجسم بيتعرض لصدمتين، اول وحده هي الحرمان من كل هالفيتامينات، والثانيه هي اعطائه كميه بشكل كثير كبيره ويمكن ينصاب بالتخمه. قبل ما نحكي عن هالموضوع إيفانا، يمكن هلا نحن وصلنا بالاسبوع الاخير بالصيام، لكن لكل الصائمين يلي مقبلين على الصيام باعياد ومناسبات ثانيه، كيف ممكن الجسم يعوض عن هالغذاء ويعود عن هالفيتامينات، وإن كان بحرمانه للأطعمة يلي فيها الفيتامينات، كيف بيقدر يعود عنها بمأكولات تانية لحتى يحافظ على صحة جسمه؟ هلا مأكولات إنها تحط تكون محل مأكولات أو تعود هالنقص عن شيء، مثلا نفترض نحن حرمنا حالنا اللحمة، فممكن إن نلاقيه مثلا بالفيتامينات الموجودة باللحم نلاقيها بالنبات، فهذا مو صحيح. ممكن نحن بالوقت خصوصيا إذا كان فترة الصيام طويلة، أما إذا كانت فترة الصيام القصيرة ما أنا مشكلة مقبولة القصة، ما رح يكون في عنا نقص. فلما الأشخاص بيصوموا بشكل طويل نحن بنقدر نعوض هذا النقص بفيتامينات ومعادن حبوب مدعمات بناخدها، وقتها نحن بنعوض وبندعم الأكل مع الفيتامينات. يعني لازم تتواجد هي الفيتامينات حتى بفترة الأربعين يوم؟ بالعكس، بفترة الأربعين لازم. طيب هلا يعني مثل ما كنا عم نقول انه ما في شيء بيقدر يعوض عن شيء، بس احيانا بيقولوا مثلا انه العدس بيعوض عن اللحمه، يعني في شغلات شائعه لدى الاشخاص يعني او فول صويا انه ممكن يعوض عن اللحمه، الى اي حد هي المعلومات صحيحه؟ هلا هي الى حد تقريبا فيك تقولي 50-40%، بس نرجع بناكد الاشخاص اللي ما فيهم ياكلوا لحمه او الاشخاص النباتيين، اذا انتم بتكون ما ابدا تدخلوا هذا العنصر المنتجات الحيوانيه، معناتها نحن بنفضل انه تاخذ الكالسيوم الحديد، الفيتامين بي 12 من الحبوب، واكيد الصويا ولا العدس بتعطي شوي، بتساعد هذا الشيء، بس نحن بحاجه للفيتامينات والمعادن. كمان من يمكن العادات والتقاليد عند الشعب السوري انه دائما بيوم العيد بيكون سفرته دائما مليئه بالاطعمه، يمكن رغم كل الظروف اللي عم يمر فيها والضغوطات، وايضا يمكن شوي كان في بالفتره الاخيره ما عاد شفنا يمكن السفره الكبيره، لكن ما زال عم يحافظ على طقوس العيد واجواء ولمه العائله. باول يوم العيد من بعد فتره صيام، كيف بيقدر الواحد يتهيئ جسمه لحتى ما يدخل بتخمه، لحتى ما يدخل بأمراض تانية بأكله لطعام العيد؟ أهم شيء
ما انه يستغني عن الفطور، يفطر الصبح، لانه مثلا في ناس بتقول لك نحن هلا عندنا غدا العيد، عندنا مثلا طالعين لبرا معزومين بلا ناكل الفطور، هذا اكبر غلط، لانه لما نحن بدنا نوصل لمرحله الغدا، اول شيء بالنسبه للاشخاص اللي بيكون عندهم زياده بالوزن انا عم يحافظوا على وزنهم، حياكلوا وقتها سعرات حراريه كثير، حياكلوا كميات كثير، حيصير عندنا تلبك معوي. بنبلش طبعا الفطور كثير مهم مثل ما نقول مثل قلت قبل، انه يكون متوسط معتدل الكميات، ما في دسم، مثلا والله نطلع نفطر تسقيه ولا فول، كمان هذا الشيء انت فوتتي سعرات حراريه، بعد فتره 40 نهار نحن حارمين حالنا السعرات الحراريه العاليه والدسم والزيوت والدهون العاليه، بيصير عندنا وقتها كمان مشاكل وتلبكات، وبصير عندنا مثلا تخمه، مثلا مثل ما قلت ممكن نحن ناكل بيض، ناكل كاسه حليب، شويه لبن، شويه جبنه، هدول كلها خفيفه على المعده بتتقبلها، ناخذ العناصر الغذائيه اللي نحن نقصت خلال ال 40 يوم بنفوتها لجسمنا، وبنفوت نبلش نعود الجسم انه بلشنا نفوت هالغذاء اللي نحن حرمنا حالنا منه، وبنفس الوقت وقتها بيكون اخذ الفوائد. ففطرنا بنروح على الغداء، ما في داعي ابدا يصير عندنا لا تلبكات ولا انه ناكل سعرات حراريه كثير وكميات كبيره. احنا هيك بنقول بس يعني هاتي بقى تصير هالقصص مثل ما قالت تقريج، يعني وقت بتصير عن جد وقت بتلتم العائله يمكن الناس بتنبسط ببعضها، بتنبسط بهذا اليوم، بيعيشوا يمكن هي الاجواء وهي الطقوس. هون لازم نوجه بقى للام انه هي ما كثير تعمل اكلات وما كثير تحتفل بالاكل، خلص احتفل باللمه نتمنى هذا الشيء. تمام. هلا ايفانا كانت عم تحكي اريج على موضوع انه فتره الصيام في ناس يمكن هي بتحاول تستثمره لهي الفتره لحتى تعيد يعني تنظف جسمها، بيقولوا من كثير قصص قديش فتره الصيام فعلا هي احيانا مفيده لحتى يرتاح الجسم من هي الدسوق، من هي الدسم وهي المواد اللي نحن عم نستهلكها بشكل عشوائي خلال ايامنا. كثير مهم، لا ما في شيء من عدم، اكيد هذا الصيام صار، طبعا عم بحكي من الناحيه التغذويه، اكيد صار لحتى انه بنظف الجسم، الاشخاص اللي معهم حمض البول عالي، الاشخاص اللي معهم الكوليسترول عالي، الشحوم عاليه، الاشخاص اللي بدهم ينحفوا حالهم، هذا كله ممكن يفيدهم بوقت الصيام. كمان ممكن العالم تستغل هذا الموضوع وتفوت تتحول للنظام الغذائي النباتي، انه بتقول اجى الصيام فنحن خلص بنكمل هذا الشيء، بس باكد انه لازم مع المدعمه تماما. فكتير بالعكس هذا الصيام بينظف الجسم من كل السموم، بتصير بتاخذي كل شيء سعرات حراريه قليله، كل شيء دسم قليل، ما راح يصير عندنا مثلا اختلاطات، ما راح يصير عندنا زياده وزن، ما راح يصير عندنا اي مشاكل لها علاقه بالكميات الدسم والفاست والشحوم والدسم ممكن نتناولها بالاكل. كمان بالعيد من احدى الطقوس هي لضيافه العيد والحلو العيد، قديش ممكن كمان واحد يقدر يحافظ يعني على السعرات يمكن السكريه يمكن ياخذها وما كثير يتقل بحلو العيد، خاصه اذا راح وعمل معايده لاكثر من عائله كله بده يضيف حلو العيد وايضا الحلو العربي، يمكن من بعد فتره صيام قديش بيقدر الشخص يتناول هالحلويات؟ هلا تمام مثل ما قلتي حضرتك انه هو اساس الحلويات عندنا بالعيد، اساس العيد، بس ما لازم يكون المحور الاساسي بالعيد. هلا اكيد ما فينا لما نقول لهم ما تاكلوا حلو حيردوا علينا، طبعا لا، كلوا حلو بس شوي شوي، الحلو عم نتناوله كلها مثل ما قلتي حضرتك سمن، دهن، زيت، قلي، فرح يصير عندنا مشاكل بالجسم مثل ما ذكرنا سابقا اللي هي التلبكات والصدمه. ممكن يعني تناولها شوي شوي، بدك تاكل او تشوف شو اكثر شيء مشتهي حضرتك مثلا للشخص بعد الصيام تتناوله كنوع واحد، او خلي مثل ما نقول شارك القطعه اللي انت عم تاكلها شاركها مع حدا عشان تترك مثلا شيء ثاني انت مشتهيه، بالمشاركه هيك بتقل كميه السعرات الحراريه والكميه. هلا كمان هو بالاضافه انه هو فيه شو انه بيؤدي لزياده وزن مثل ما قلتي، انه ممكن تضل اصلا مو نفسها يعني مو يوم العيد فقط رح يضل الناس عم تاكل حلو، تمتد لثلاث ايام للضيافه مشان ما يكتسب سعرات حراريه عاليه ويصير عندنا زياده من الوزن، يعرف شو بده يتناول. هلا مثلا عندنا معمول البجوز ولا معمول بعجوة كتير مفيد للجسم، بس القياس الصغير اللي هو أو المتوسط 50 غرام فيه تقريبا 150 حريرة ل 200 حريرة، ثلاث معمولات، فأنت أخذتي نص احتياجات اليومية لسه لا فطرتي لا تغديتي ولا تعشيتي. مشان هيك نحن عشان ما نفوت بهذا الشيء ونصير في عنا سعرات حرارية عالية ونعمل مشاكل تانية نحن بغنى عنا بعد هالصيام، نحن نضفنا جسمنا منشارك ننقي نوع واحد نتناوله منخفف الكميات، هيك نحن وقتها بنكون أخذنا
اخذنا الشيء اللي مشتهينه وبنفس الوقت ما رح ياذينا. ايفانا ممكن تكون مو بس هي تلبكات معويه، ممكن كمان انه بعد هالصيام يلي مثل ما قلنا عنده كوليسترول مثلا كان عالي وصام، او عنده سكر عالي وصام وريح جسمه، ممكن انه مثلا ترتفع نسبه الكوليسترول فجاه، ممكن انه يرتفع السكر، ولا لا بده وقت ليرجع؟ نحن ضفنا 40 نهار، بس كمان ممكن انه في اشخاص اذا الكميات كانت كثير هائله، لانه اكيد بيكون ناقص كثير مشتهي للاكل اللي هو حرم حاله من خلال ال 40 نهار، ممكن يؤدي، بس اكثر شيء بتؤدي لتلبكات معويه، اسهال، وجع، استفراغ. اما بالنسبه لارتفاع الكوليسترول فجاه او السكر ممكن ياثروا عليه طبعا، بس الكوليسترول لا بده وقت. يعني بما انه نحن مقبلين على عيد الفصح، ان شاء الله بنعاد عليك ايفانا وعلى الجميع يا رب. شو النصايح يلي بتوجهيها لكل حدا عم يتابعنا هلا وهو هلا مقبل على العيد وعلى طعام العيد؟ تمام، اول شيء فصح مجيد للجميع، وينعاد على سوريا وعلى كل شعب سوريا بالخير. اهم شيء القهوه والمشروبات ما نكتر، لانه بتسبب لنا ادرار بالبول، بتسبب لنا عدم نوم، واكيد وخصوصيا اخر الليل يجيك زياره مثلا او ناس جاي تعايدك باخر الليل، خففوا اكثر شيء يشربوا 10 كاسات صغيره بس خلال النهار العيد. طبعا احنا سمحنا هذا العدد لانه هو اصلا خاطئ، بس ممكن انه نحن نمرقه، اذا كان اكثر من 10 كاسات فنحن فتنا بمشكله كبيره. بالنسبه للحلو دائما يشاركوا، بنفضل انه يكون في قطع فواكه مثلا بالضيافه، ممكن انه نفوت هذا الشيء. العصير يفضل اكثر من المشروبات، القهوة والغازية. بس كمان بدنا نعرف انه مو يعني اذا عصير فينا نشرب كثير، انه فيه كمان سعرات حرارية، بنفضل انه قطعة مثلا قطعتين فواكه بكاسة عصير. فممكن نحن ناخذ الفواكه حتى لو كان فواكه مجففة بالضيافة، نحن بناخذ فيتامينات والمعادن اللي نحن بحاجة لها، وبنفس الوقت ما بنعمل صدمة للجسم. نفطر كثير مهم يوم الفطور العيد، نفطر مثل ما قلت البيض، الحليب، الأشياء الخفيفة مشان ما يصير عندنا مشاكل أو صدمات. والغداء نتغدى، نوصل للغداء نحن انه ما نفتح الا بالعم يفتح، لانه العيد يلا بدنا ناكل شوي شوي، نمضغ الطعام جيدا عشان ما يصير اي صدمات ثانيه للجسم ممكن تنصاب بعد هالصيام ال 40 يوم. اكيد بنتمنى فصح بجيد لكل الاشخاص، وبدنا نتشكرك ايفانا على هالمعلومات يلي اعطيتينا اياها لليوم. اكيد ان شاء الله بنتمنى كل متابعينا يستفيدوا منها. شكرا كثير لك ايفانا يوسف. أهلا وسهلا فيكم.